سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. صباح الخير صباح أن وفقرة يوميات صائم. النهاردة نتكلم على الفترة ما بين الفطار والسحور، ازاي بنكون بناكل بطريقة صحية. ناس كتير بعد ما تخلص وجبة الإفطار بتبتدي تروح للكنافة والقطايف والحاجات الحلويات الحلوة اللي احنا متعودين عليها في رمضان. بننصح تملي ان احنا ما يبقاش الحلو مباشرة بعد الوجبة الرئيسية، يعني لو نفسنا رايحة على حلويات رمضان يفضل ان احنا ننتظر ساعتين بعد الإفطار ونبتدي ناخد من حلويات رمضان. لكن حلويات رمضان طعمها جميل جدا، لكن للأسف سعراتها الحرارية عالية جدا جدا. قطعة القطايف بتبدأ من 100 سعر حراري لو حطناها في الفرن وحطينا فيها كمان مش حلويات، يعني عملناها اللي هي القطايف الحادقة اللي مثلا بشوية جبنة وحطناها في الفرن بتبقى 100 سعر حراري. أما القطايف لو أكلناها بطريقتنا المصرية أو العربية المعتادة وهي شوية المكسرات وجوز الهند أو المانجا والكريمة مع العسل اللي بيتحط عليها بتصل إلى 250 سعر حراري لقطعة القطايف الواحدة. فلما بنيجي ناكل حلويات رمضان بنحاول ان احنا ناخد كمية بسيطة خالص منها. طبعا كل واحد صعب ان احنا يعني الطفل الصغير غير الراجل الكبير اللي وزنه 70 غير اللي وزنه 90 غير اللي وزنه 120، فاحنا بنقول في طريقة تقريبية لحساب كمية الحلويات اللي الجسم محتاجها او اللي ممكن ناخدها من غير زيادة في الوزن، بنقول قد كف الايد او راحة اليد ودي هتبقى كمية كافية جدا. لكن للأسف الناس اللي عايزة تحافظ على وزنها بنقول ان هو هيكون مش بشكل يومي، مرتين في الاسبوع هيكفوا جدا جدا ان احنا ناخد قطعة من الحلويات بحجم كف الايد. كده احنا ما حرمناش الجسم من حاجة وفي نفس الوقت ما زدناش في الوزن. الناس اللي هي وزنها كويس مش خايفة من زيادة الوزن في رمضان ممكن ناخدها 3 ايام في الاسبوع، 4 ايام يعني يوم بعد يوم، ولا تزيد الكمية عن كف اليد او راحة اليد. باقي ايام رمضان الوجبة الصحية اللي تملي بننصح بيها ما بين الافطار والسحور هي الفاكهة، وجبة الفاكهة. طبق الفروت سالد او سلطة الفواكه اللي هو غني بكذا لون وكذا عنصر من انواع الفاكهة ده ممتاز جدا جدا، يدي الجسم كمية كافية من الالياف، يدي جسم فيتامينات ومعادن محتاجها، يدي كمان الجسم المية اللي هو محتاجها. ممكن ابتدي انوع، يعني ممكن الفاكهة دي اجيبها واحطها في الفريزر اخليها فروزن واعمل زي ايس كريم الفاكهة واحط عليها شوية عسل نحل، ممكن اعملها في شكل عصير في الخلاط، ممكن كمان اعمل لها كومباينيشن او ادخل فيها عنصر تاني مهم جدا ما بين الفطار والسحور هو عنصر الزبادي. عنصر الزبادي من الحاجات المهمة جدا على مائدة السحور وكوجبة خفيفة ما بين الافطار والسحور. لو حطينا شوية الفاكهة في الخلاط ومعاهم الزبادي وحطينا شوية عسل نحل للتحلية هنعمل احلى ميلك شيك جميل جدا جدا، ياخد حيز في المعدة علشان ويحسسنا بالشبع فترة طويلة، يدينا احتياجات الجسم من البروتين من الفيتامينز من المينرالز. وجبة صحية متكاملة ما بين الفطار والسحور ولا تؤدي الى زيادة الوزن. حاجة تانية مهمة لازم اركز عليها في الفترة ما بين الافطار والسحور هي المية، بنشرب من 1 الى 2 كوباية مية كل ساعة. حبذا المية دي بقى لو عملناها ديتوكس ووتر اللي هي المية بشرايح الليمون والخيار، المية بشرايح الليمون وورق النعناع الفريش، المية بالبطيخ والنعناع الفريش وشوية فراولة، انواع كثيرة من الديتوكس ووتر او المية اللي هي غنية بالفيتامينات او المعادن. طلعت موضة في الخارج واتنقلت لنا ان هي مش موضة، هي فعلا حاجة وجدوا ان هي صحية علميا، بتدي الجسم بتفيدنا في حاجتين، بتدي الجسم فيتامينز ومينرالز وفي نفس الوقت بتخليني اشرب كل شوية مية لان طعم المية بيبقى جميل جدا.
ابتعد في الفترة ما بين الافطار والسحور عن برضو الوجبات الجاهزة والسكريات البسيطة بكثرة، الكيك والشوكليتس والايس كريم والحاجات دي ما ناخدهاش بكثرة زي ما اتفقنا. احنا لينا مرتين في الاسبوع ناكل حلويات بس بكمية بسيطة. مهم برضو الفترة دي ابتدي اركز على المشروبات الحريقة للدهون. وجبة الفطار يعني برة ارادتنا، لازم مرة هنبقى عازمين ومرة معزومين، ولمة رمضان الجميلة على السفرة محتاجين ان احنا او هنضطر ان احنا ناكل شوية محاشي على شوية سمبوسك على حاجات مقلية على بشاميلات. فنعمل ايه علشان نحاول نحرق الوجبة ديت؟ في كذا مشروب حارق للدهون ممكن ننصح بيه السادة المشاهدين. كوباية مية وعليها معلقة خل التفاح من الحاجات الحلوة قوي الحارقة للدهون. في مشروب ساخن برضو بنعمله، بيكون كوباية مية سخنة بحط عليها نص معلقة قرفة ونص معلقة جنزبيل وشرايح ليمون، برضو من الحاجات الحلوة قوي الحارقة للدهون. في الشاي الأخضر من المشروبات الممتازة لحرق الدهون، ولو حطينا على الشاي الأخضر شرايح ليمون أو عصرة ليمونة برضو من الحاجات الحلوة جدا لحرق الدهون. في مشروب الكمون بالليمون، كوباية المية السخنة واجيب بذور الكمون وابتدي أغليها في المية، بعد كده أصفيها وأعصر نص ليمونة عليها، برضو من المشروبات الممتازة لحرق الدهون. وجدوا أيضا أن هناك بعض المشروبات العصائر الحارقة للدهون زي مشروب الكيوي بالأناناس، ده ممتاز في الفترة ما بين الإفطار والسحور، وده بيخلي الجسم يفقد أو في مادة اسمها برومولين موجودة في الأناناس مع مادة الفيتامين سي اللي موجودة في الكيوي. الكومباينيشن ده أو التركيبة دي بتخلي الجسم برضو يحرق دهون حلو قوي. مشروب الليمون أو عصير الليمون، وممكن نحط ليمونتين في الخلاط مع شوية مية ساقعة مع حبة صغيرين لبن خالي الدسم وسكر دايت وورق نعناع فريش ومكعبات تلج، نضربه ونصفيه، هيبقى وجبة ممتازة ما بين الإفطار والسحور. كل سنة وانتم طيبين، مش عايزين نتقل في الفترة ما بين الفطار والسحور، تبقى معدتنا خفيفة، ما نحرمش نفسنا من أي حاجة، وناكل كل حاجة باعتدال. رمضان كريم.